كشف زعيم الميليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي عن تفاصيل المرحلة الأولى مما يسمى التغيير الجذري. وقال الحوثي في خطاب متلفز قبل قليل أن المرحلة الأولى من التغيير الجذري هي بإعادة تشكيل الحكومة. وزعم الحوثي في خطابه الذي تابعه محرر عدن الغد تمسكه ما أسماه بالشراكة الوطنية، رغم أن مصادر أكدت أن التغيير الجذري يستهدف حزب المؤتمر جناح صنعاء واجتثاثه من الشراكة السياسية. وتابع: سنبقى في مواكبة مستمرة لمتابعة عملية التغيير الجذري حتى إنجاز المرحلة الأولى، وقد حرصنا على تقديم ما يصحح به الوضع وبنصح صادق، وحرص حكيم على شعبنا الذي نسعى لخدمته، حسب تعبيره. وأكدت العديد من المصادر المطلعة أن التغيير الجذري يستهدف حزب المؤتمر بصنعاء بدرجة أولى، علاوة على كونه توجه جد من الميليشيات نحو إلغاء النظام الجمهوري ومكتسبات الثورة الخالدة 26 سبتمبر. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.